بعد البلاغ اللي هبطته الجامعة التونسية لكرة القدم البارح بخصوص الإعلان عن فتح باب الترشحات لتدريب المنتخب الوطني وتعيين لجنة للنظر في المطالب متاع الترشحات، نحكي على اعتذار ورفض مختار ذويب، نجيب غميض وخالد بدرة أنه يتم وضع أسمائهم في اللجنة هذه. خالد بدرة اللي تدخل البارح في تلفزة الكان ووضح بعض النقاط. نسمع. عندنا حتى واحد مرشح معين، عندي كان ربي سبحانه، أنا ما نخاف كان من ربي ومن عمل حاجة كان اللي يرضي بها ربي. أنا عندي خرجت من الفوتبول من تونس، خرجت من 2009 مشيت للسعودية ومن بعد رجعت عدت في تونس، لا واحد جاء استنجد بخدمات متاعي، واللي كوني أنا عندي ما نقول في روحي في الفوتبول وموش معناته مش نقوله خاطرين نتكلم يا خالد بدرة ولا لا لا لا، أنا راني عبد متواضع، أنا اللي يستحقني باش نعطي لبلادي راني أنا حاضر، أما حاضر بشروط. شنو هو الشروط؟ كي نلقى ناس نظاف وناس تحب تخدم البلاد وتحب تدعم البلاد وتفرح الجمهور اللي هو عنق سته فرحة كبيرة والتو لفرحها، يلزمني نفرح جمهورنا. أنا كي نشوف المنتخب متاعي يوصل للنهائيات كاس أفريقيا ولا يوصل في الكاس العالم، هذيك فرحتي الكبيرة. حسام حاج علي في إكسترا تايم ليم الجامعة بالطريقة هذه. حسام الحاج علي ليم الطريقة بكل شدة وبكل عينات بكل حدة وبكل حدة من الحقيقة سمعت بكل غضب والله انا سمعت حتى في حصة الكرة تبع في سفيان اكيد اكيد انا من الناس المواظبين لا وليت ندخل الدار الثمانية انا باش نخسر باش نخسر البرنامج والله باش نخسر في الترفيه والكربيس والجو والله لا باش نمشي سبور سي سبور ذهب اكثرش ما تكربيس في سبور التكربيس تاع الجامعه التكربيس طبيعي الكره ديما فينومان دقيق وحساس وليه والله يا خويا نوفل تشوف راي الناس كليك تاع الجماهير وكذا من هم مع انه نجيبوا جوارات الخدم وكذا ومنه ومع انه نجدد الروح في الجامعة التونسية لكرة القدم. نجدد الروح علاش لا؟ كما قال إكس إيغرام اللي خدم ونجح في حاجات وفشل في حاجات واللي كذا 12 سنة نتصور أنها فترة باهية، نخلوا المشعل لناس أخرى بيتاتر عندهم أفكار أخرى بيتاتر عندهم رؤية أخرى ينجموا يقدموا أكثر. واضح أنا والله يمكن رأي عكس رأي سفيان، ما نشوف انه نقولوا انت موجوده كيك الدنيا اراء يصير لا معك بالعكس هو احنا متوقعين انه راي كيفو خايك جينا في الجامعه احنا تو نطردوا كان راي كيفو كان راي كيفو نطردوا كبيله تفضل رانا لبس علينا رانا ناخذ نعطيو باش نفهموا صح انا نقول بتدر المكتب الجامعي الحالي معناها برئاسه السيد وصف جليل قاعد يحاول يصلح في الاخطاء اللي صارت خاطر نعرف قبل نائب رئيس وصف جليل يعني رئيس بالنيابه نقولوا نحن فهمني قاعد لحظه استنى سفيان نائب رئيس ام رئيس بالنيابه؟ توا رئيس بالنيابه وما هو البوست نتاعو نائب رئيس يكون الرئيس اي بعد معناها كيكون موجود رئيس الجامعه دوك يولي هو نائب رئيس ولكن انه قاعد يصلح قاعد يصلح كيما تنجم تعذرهم اللي رفضوا كيما تنجم تلومهم معناها قابله للشرتي كيما تنجم تعذر يقول لك انا اخويا زاده جايني تو باش بعد قال لي اخر بعد ما تخذت شراء مكحل تذكرتني تو انك معناها جوار ولا مسؤول وكيما ترى من شراء اخرى بار اكزومبل ينجم يقول لك انا اخويا نلبي نداء الواجب نلبي نداء بلادي ما يهمنيش انا في الاخر مانيش باش جاي باش نخدم الناس باش نخدم منتخب هذا رايي ما وتو حاجه اخرى خالد بدر سمعته معاك البارح راه قال كلام مهم قال قبل الساعه ما تهبط لي اسمي وكذا بخلاف الحمام قال خرج من الحمام معناتها معناتها بقعد معاك بل صحيت ايش الساعه قول شنو مشروعك فما جوار قال لقيت اسمي بعد علمت لي انا معناتها شناوي شنو برنامجكم كيفاش احنا شنو باش يكون دورنا انا ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش ما نتصورش انت كيما حنا بال عندك اراء اخرى يعني شكون حنا بال كيما المجبري تقول الكلام مش صحيح راه فما حكايه اخرى ليه ليه واحد راي اخي لا لا انا قلت ما تتكلمش انا حتى راي ما عطيتوش انا قلت ما نتصورش واضح من عينيك ما نتصورش يعني السيد اللي يكلم انه ما خذيش الموافقه مش لهالدرجه معناها هاو نجيب غميض قال هبط اسمي وانا ما كلمني حد بالك شي خاطر خاضت من بعد وحسوا باللوم الناس كل جبدة رواحها مثلا يمكن يلا أنا يعني الاعتبارات انا نعطي خلينا نسمعوا ما قلتش نصيحه ما قلت يمكن يمكن والله هو اعلم يلا نسمعوا سعدي زيداني قبل والله انا تو انا مثلا مع الشق شكرا لك سعدي نسمعوا حسام حاج علي شكرا ان شاء الله يكون يدي تو البيرو فيدرالي في قداش من عام عنده دكتور؟ من 2013 2012 2013 يا 12 سنه 11 سنه
انت عندك ثقه فيهم هذوما الكفاءات فيهم هكا ولا ما عيطت لهم عندك ثقه فيهم ولا شبيك ما فقتش بيهم عندك 12 سنه شبي توا بعد الخيبه وروحوا الناس تكلمت قالت علاش لي زونسيان جوار وهذوما اللي يعطوا لتونس ما يشاركوش ذكرتهم في اذا اختار المدرب معناها الكفاءه نتاعهم تقف باش يهز السي في ويختار السي في هذا على السي في هذا هذيك تقل الكفاءه يا ودي الجمهور التونسي ولا الكره التونسيه مستحق راي اعاده هيكله اللاعبين الكبار ولا لاعبين السابقين ولا اللاعبين اللي عندهم كفاءه راهو يقول لك راهي مع احتراماتي للناس كلها راهي الكفاءه ما تقفش في انك لعبت كوره راهو كي باش تخدم الرياضه التونسيه ولا كره القدم التونسيه ثم برشا كريتير اخرين غير انك لعبت ولا كنت جوار من كاليبر كبير مش سهل راهو دوك اذا تحب نعاودوا ننظموا الكره التونسيه وتستغل الكفاءات هذوما الناس اللي لعبت كوره تعيط لهم وتعمل معاهم بروجرام نتاع خدمه على الاقل متوسط وطويل امد هذا هو نعطيكم بيان اعلامي الاتحاد المصري هبطوا يتقدم الاتحاد المصري بالاعتذار الى الجماهير المصريه العظيمه على ما قدمه المنتخب الوطني من نتائج خلال الكان كذا وكذا المقامه بالكوت ديفوار وعدم تحقيق طموح الجماهير المصريه واهداف مجلس اداره الاتحاد المصري اللي قام بالدور كذا وكذا كما يتقدم بالشكر ويتقدم بالكذا يؤكد جزء من نسيج الشعب المصري يشعرون بما تشعر به الجماهير المصريه فان المسجد باش يعقد اجتماع لدراسه التقارير وكذا وكذا. التصرف طبيعي هنا هبطوا بيان اعتذار كبير وقالوا رانا باش نجتمعوا نهار كذا وكذا وسندرس ونقرر. مع تصرفنا احنا بعد يعينوا زوز ممرنين وبعد ينحيهم وبعد يقولوا بعد كذا وبعد يعينوا الناس والناس يعتذروا ما يتعينوش فما نوع من اللخبطه في التصرف اللخبطه خاصه انك التعيين نتاع زوز مدربين وغيره ترى هما نحسوا نحن قرارات الجامعه الكل جيت في فوفعة نتاع عرفتك اللي ثم برشا ضغط وخلينا نتصرفوا وعطينا نتصرفوا خنسكتوا العباد خنسكتوا العباد باي هو تو مثلا انا نرجع مثلا نقول لك الاربع فرق مثلا الاربع اللي حطوهم الاربع فرق كبرى اي معناها ما رجعنا 6000 سنه لتالي فهمت الحكايه وما فيها انه الجامعه انا خدت مالها عجبني قال لي اخي قول فلان هو المدير الفني مع لجنه من اللاعبين خاطر قال كي تذكر اسامي اللاعبين كل مدرب شو اللي يطلب اللاعبين امانه امانه حطني انا تفضل سعد احنا على خاطر تفضل تفضل شكرا بارك الله فيك احنا ريت دخلت بعد احنا المشكله وين بالضبط احنا المشكله وين بالضبط اللجنه عينت مدرب ومدرب تتكلم المشكله وين بالضبط احنا توا الملاعبيه القدم كيما خالد بدره كيما برشا جوارات قدم نستحقوهم وقتاش نستحقوهم نستحقوهم وقت ديش. الغسره مثال شرا ماهوش عيب معناها الله غالب يعني توافقني في كلامي اي لا نوافقك في كلامك معناها مش مشكلك اما المشكله الوحيده اللي نعيبها انا على الجامعه والاعضاء نتاع الجامعه انه هو الطريقه سامحوني من الطريقه نتاع الاتصال مش بتليفون مش بتليفون يلزمك تكلم السيد الملاعبي هذا تقعد معاه تقول له راني انا باش نعمل معاه قهوه فهمتني باش نحكيه على وكي يحب عصير مش قهوه معناها ليه نقعد معاك جلسه نكلمك نقول لك خاطر مقررات مسيريه رضي لك راهو رانا خارجين من ازمه رانا من نكسه فهمت كيفاش دونك نقولوا نحن اللي نحن يا فلير رانا احنا باش نعينوك كذا كذا مش تحط له اسمه وبعد تخلي له انت المجال متسع انه الشعب صحيح يشك والشعب يعاود يغضب عليك مره اخرى بعد ما غضب عليك كوفات الكان تشوفوا نحن مثلا اي نعطيك فازه يا الشعب غضب على تعيين انيس البوسعيدي ومنتصر الوحيشي اكثر من ريزيوتا صحيح خوينا ونعطيك فازه والجامعه رايكي البارح جنوب افريقيا ربحت المغرب قلت غلطنا صحيح كان استنينا رانا قلنا جنوب افريقيا قويه احنا زميلي قاعد فانت تو زميلي نوفل في السبور قاعد تفسر ما هو خاطر يفسر براغماتيه معناها خاطر اما راهو اخزاني انا ان شاء الله صوتنا يوصل شيء حتى كان مقطع ما يوصل المهم يوصل المهم يوصل بالصحيح اي علاش يوصل بالصحيح سعدي انا لاني انترونور لاني في اللجنه لا لعبت كان لا لعبت كاف لا لا ناوي نقدم اما قلبي مغوش يلا مغوش نحكيو على خروج المنتخب المغربي الحاجه اللي صدمت